بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلبة الصف السادس العلمي في مدارس المبوبين في العراق. تكلمنا معكم في المحاضرات السابقة أو في الفيديوهات السابقة عن الوراثة والجنس، أو اللي سميناها باللغة الإنجليزية sexual and genetics، الوراثة والجنس. بمعنى أنه عندما أخذنا بالوراثة المندرية أنه بعض الصفات اللي يورثها الكائن الحي تورث عن طريق الكروموسومات الجسمية. أما في آخر محاضرة اللي أخذناها أو آخر فيديو اللي أخذنا عن طريق الجنس أو عن طريق الكروموسومات الإكس والواي. في هذا الفيديو سوف نأخذ مثال على الدروسوفيلا ميلانوغاستر اللي حشر ضبابة الفاكهة كمثال على الوراثة المرتبطة بالجنس، أو الوراثة التي تنتقل صفات الوراثية للكائن الحي عبر الكروموسومات إكس وواي اللي سميناها الكروموسومات الجنسية. فموضوعنا لهذا الفيديو أو لهذه المحاضرة 6 لينك تريت ان دروسوفيلا ميلانوغاستر، يعني الصفات المرتبطه بالجنس او المتعلقه بالجنس في حشر ضبابه الفاكهه. عاده الكروموسومات تكون الجنسيه نوعين، كروموسومات ذكريه وكروموسومات انثويه. الكروموسومات الانثويه تكون ممثله بمورثين او بكروموسومين، اما بالذكور تكون ممثله بكروموسوم واحد اللي هو الاكس فقط. زين، تسألون سؤال تقولون ليش استاذ مثلا الواي ما مذكورة؟ الواي لا ليس لها علاقة بتحديد الجنس أو بنقل الصفات الوراثية أو بالمورث المسؤول عن صفة معينة أو عن مرض معين أو عن صفة مظهرية معينة في الكائن الحي، إنما فقط الكروموسوم إكس، ولذلك يكون بالإناث محدد بمورثتين تو جينز، وبالذكور أو بالميل يكون بالوان جين أو كروموسوم واحد. نعم، إذا بالإنسان في بعض الحشرات يكون الطراز الوراثي للإناث الحشرات وكذلك الإنسان XX، بالذكور XY، لكن في حشرات أخرى مثل ما ذكرنا بمخطط تحديد الجنس الأنثى تكون XY والذكر في بعض الحشرات يكون XX. نعم، الصفات المرتبطة بالجنس أول ما اكتشفها أو أول ما لاحظ العالم مورغان، عندما لاحظ أنه أفراد الجيل الأول عندما تأتي من كلا الأبوين تكون أشني تكون لا تشبه أحد الأبوين، وكذلك من ناحية النسبة، مثلاً إذا كانت النسبة تطلع عندي 3:1، كانت الثلاثة تروح مثلاً باتجاه الذكور ويبقى واحدة فقط للإناث. إذن هنا أنه اكتشف أنه هناك وراثة تعتمد على الجنس أو تكون ملتصقة بالأجناس، نعم، أو تتبع الكروموسومات الجنسية، نعم، أو تقع الكروموسومات الجنسية. من أهم الأمثلة اللي راح نأخذها نحن اللي هو الجينيتيك كولر آيس، لون أو وراثة لون العيون في الحشرات. عندي تقريبا لونين بالنسبة لعيون الحشرات اللي هي العيون البيضاء والعيون الحمراء. لون العيون الحمراء شاهد العالم مورغان عندما يعني عمل تضريب بين نوعين من الحشرات، شاف انه افراد الجيل الاول تكون ريد كلر، اشني ريد كلر يعني ذات عيون حمراء، فاكتشف انه العين الحمراء تكون سايدة عليه من على العين البيضاء. وكذلك عندما رجع عمل ريسيبروكال كروس يعني تضريب عكسي او تهجين عكسي، شاف انه النتائج تنطي نتائج مختلفة، يعني عندما عمل الانثى بيضاء والذكر حمراء ورجع عكس العملية بالعكس شاف انه النتائج مختلفة، على عكس نحن ما اخذناه بالوراثة المندرية عندما عملنا تهجين عكسي او سميناه بالانجليزية ريفيرس كروس او ريسيبروكال كروس، شاف انه النتائج تطلع متشابهة. فكمقارنة بين الوراثة المندرية والوراثة المرتبطة بالجنس، المرتبطة بالجنس تكون تهجين عكسي ينطي نتائج مختلفة، بالوراثة المندرية تهجين عكسي ينطي نتائج متشابهة، لأن هناك كروموسومات تقع على كروموسومات جسمية أو المورثات، هنا المورثات تقع على كروموسومات جنسية. نعم، بالنسبة للترميز نرمز للون الريد كلر، نرمز له بالرمز منه تقع، نحن قلنا المورث يقع على كروموسوم إكس، إذا راح نرمز له بالرمز إكس، أشني إكس سمول إكس كابيتال دبليو. وبالنسبة للوايت ايش راح نرمز له؟ راح نرمز له اكس كابيتال دبليو، نعم، او اكس سمول دبليو. اذا بالنسبة منين اشتقيناها من الابيض، لكنه ايش يكون هو متنحي، وبالتالي راح نعمله اكس سمول دبليو، وبالنسبة للريد كلر راح نعتبره اكس كابيتال دبليو، نعم. اذا هذا اذا جينا بالامتحان ما هو الاليل المسؤول عن لون العيون الحمراء في حشر ذرات الفاكهة، نقول اكس كابيتال دبليو. لون العيون البيضاء في حشرة ذرات الفاكهة إكس سمول دبليو، نعم، إذا هذه كابتل وهاي شني تكون سمول، نعم. هسه راح نجي ناخذ مثال يوضح عندي التهجين العكسي وكذلك يوضح كيفية حل المسائل المتعلقة بالوراثة المرتبطة بالجنس. فإذا نجي ناخذ أول مثال، يقول عندما ضرب أو هجن وين كروسنج فيميل، يعني أنثى ذبابة فاكهة أو دروسوفيلا ميلانوغاستر، اسم العلمي نضع تحت خط مثل ما تعرفون ريد
ايس بيور. يعني ايش معناته؟ عندما تم تظليل او تهجين انثى ذبابة فاكهة ذات عيون حمراء نقية. اذا من قال لي عيون حمراء نقية؟ اذا انا راسا ايش اخلي؟ الحمراء احنا نعتبرها اكس، وبما انه اناث اذا اكس باكس، حمراء نقية اذا اكس اشني؟ كابيتال دبليو كابيتال دبليو. زين، مع ميل وايت كولر، يعني مع ذكر ذبابة فاكهة ذات عيون بيضاء. اذا بما انه ذكر اول شيء نعمل اكس واي، بعدين نخلي لون العيون، لون العيون بيضاء اذا سمول دبليو، اكس سمول دبليو واي. نعم، اذا لي هنا انا اقدر ابدي احل، لان انا ما من خلال الاستنتاج طلعت هذا، ما انطاني استنتاج هذا. قال لي اف 1 وير ميل اند فيميل ريد ايس، يعني افراد الجبل كانت ذكور واناث بنسبه 1:1 حمراء. بنسبة 1:1. يقول لو ترك أفراد الجيل الأول للتضريب الذاتي إيش راح يطلع عندي؟ ما هو الطرز الوراثية للآباء وكذلك أفراد الجيل الأول والثاني؟ إذا الحل مالتنا إن إحنا هذا الموضوع وراثة مرتبطة بإيش؟ وراثة مندلية لو وراثة مرتبطة بالجنس؟ وراثة مرتبطة بالجنس، ليش؟ من يقول لي ذبابة فاكهة وعيون حمراء؟ إذا هاي وراثة مرتبطة بالجنس. فنجي بالنسبة للحل نقول the gene of eye color، الجين اللون العيون مرتبطة بالجنس، ايش يكون؟ يكون كروموسوم اكس. وايش يكون؟ يكون اكس كابيتال دبليو، يعني ريد كلر بالنسبة سواء كان ذكر او انثى نحن نرمز له، وبعدين نكتب الطراز الوراثي. وبالنسبة اكس سمول دبليو لون العيون البيضاء اذا كان ذكر واذا كان انثى، هذا حسب السؤال. نعم، فالان نجي نكمل الحل. نحن قلنا انثى ذوات فاكهة ذات لون عيون حمراء، اذا ايش راح نختار؟ انثى ذوات فاكهه ذات لون عيون حمراء، اذا اكس كابيتال دبليو اكس كابيتال دبليو. اذا هذا ايش راح يكون هنا؟ راح اذا نكتبه هنا راح يكون اكس كابيتال دبليو اكس كابيتال دبليو. زين، مع ذكر، اذا اول شيء الذكر، نجي على الذكر ايش بي؟ بيضاء، الذكر بيضاء، اذا ما طول هذا الذكر وبيضائي هذه ننزله اكس سمول دبليو، وبما انه ذكر نعمله واي. نعم، هاي حتى نعرف شلون تطلع هذه. يعني احنا عندنا ذكر وانثى ممكن يكون ايش لون عيون حمراء، ذكر وانثى ممكن يكون لون عيون بيضاء، فحتى نميز كم كروموسوم اكو او كم اكس كروموسوم اكو. نعم، الان نجي نكمل المثال. قلنا الانثى حمراء نقيه اكس كابيتال دبليو اكس كابيتال دبليو، مع ذكر ابيض اكس سمول دبليو واي. اذا هذا ليش حاله واحده؟ لان هو الذكر يكون اكس واي، ونحن ما يصير نخلي اليل او جين تحديد الجنس على الواي، فقط على الاكس. عندنا حالة واحد X سمول W، لو كان ذكر أحمر أيضا حالة واحد X كابيتال W واي، لكن الأنثى هنا تكون ثلاث حالات، وبعدين نجي ناخذها، إما تكون نقية أو تكون هجينة أو تكون X سمول W X سمول W. هذا كم حالة؟ حالة واحد، ليش؟ نفس الوراثة المندلية أول محاضرة أخذناها، كابيتال T كابيتال T يطلع واحد، إذا نفس الحالة، لأن متماثل، هذا مختلف يطلع اثنين، اثنين في واحد يطلع عندي كائنين أو حشرتين. نعم. فاكس كابيتال دبليو اكس سمول دبليو هذا واحد، اكس كابيتال دبليو واي واحد. زين ايش طلع عندي الافراد؟ طلع عندي الذكر ذات احمر العيون وانثى حمراء العيون. نعم، هذه اذا نجي نحن نضربها ذاتيا، تتذكرون احنا لما اخذنا الوراثه المندليه قلنا ذاتيا يعني هذا مع بعضه، ايش مع بعض؟ يعني اثنين مع اثنين؟ لا، هنا ايش عندنا؟ هنا عندنا ذكر وانثى، اذا ما نحتاج نحن نجيب بعض، هو الذكر نفسه ننزله هنا والانثى ننزله هنا في بي 2 في افراد الجيل الثاني. فا x كابيتال W x سمول W x كابيتال W y احمر مع احمر. زين، هنا ايش راح يطلع عندي؟ ال x كابيتال W مشي واحد، هذا مشي واحد، اللي هم مختلف، هذا اللي هم مختلف. نيجي نسال افراد الجيل الثاني، هذا مع من؟ مع هذا، x كابيتال W و x كابيتال W فارزه، مع من بعد؟ مع x كابيتال W y فارزه، هذا مع من؟ بس هذا نقدمه ليش؟ لان ساعد عليه x كابيتال W و x small w وبعد و x small w y. زي نيجي نحن نحدد الطرز الوراثية، x capital w x capital w هذه أنثى أشني؟ حمراء نقية. زين، x capital w y هذا ذكر أحمر. زين، هنا أنثى أيضا حمراء، لكن هنا إيش راح يكون؟ ذكر أبيض، هذا آخر واحد اللي هو إيه، هذا ذكر أبيض. شوف، فهنا إيش طلع عندي؟ تمام، نحن النسبة طلعت 3:1، لكن هنا الذكر صار لونه ابيض، وهذول الاناث وهنا ذكر طلع عندي احمر، هنا طلع عندي ذكر انثى حمراء اثنين وذكر واحد احمر، فقط اللون الابيض اقتصر علي من؟ على الذكور، اذا هذه وراثه مرتبطه بالجنس، بما انه اللون الذكور او لون الابيض
لحشر ذوي الفخذ اقتصر على الذكور فقط ولم يظل بالإناث، إذا هذه وراثة تعتمد على الجينات. بعد ما نعمل فيها تغييرات أو تضريب عكسي راح يختلف النتائج. إذا نعتبرها هي تقع كروموسوماتها على كروموسومات أو تقع مورثته على كروموسومات جنسية. إذا نيجي هذا المثال اللي أخذناه نعمل له تهجين عكسي. نحن شو أخذنا بالمثال هناك؟ ضربنا أنثى حمراء بذكر أبيض، هسه راح نعمل نضرب منه؟ راح نضرب أنثى بيضاء بذكر شني أحمر. نعم، راح يكون أفراد الجيل الأول إناث حمراء العيون وذكور بيضاء العيون. شوف اختلفت هنا، هناك كان يطلع ايش كان طلع عندنا الإناث والذكور حمراء، هنا صار إناث حمراء وذكور بيضاء. إذا هذا معناته شني؟ تضريب عكسي، اختلفت عندنا النتائج. وأيضا عندما نعمل تضريبات أفراد الجيل الأول راح يطلع لي أفراد الجيل الثاني، ما هي الطرز الوراثية للآباء وأفراد الجيل الأول والثاني. الأنثى بيضاء، هاي الأنثى بيضاء، وين قال عليه أنثى بيضاء؟ بما أنه أنثى راح نعمل إكس بإكس، وبيضاء إذا سمول سمول، ما يصير نكتب كابسل، إذا كابسل راح يصير أحمر رأسا. الذكر أحمر، ذكر أول شيء ذكر إكس واي، وأحمر إذا الأليل إيش يكون أول جين يكون كابتل دبليو، عافية. واشتقينا الدبليو ما اشتقيناها من الريل، اشتقيناها من الصفة المتنحية لون العيون البيضاء كابتل دبليو. هنا كم مشيج؟ مشيج واحد اكس سمول دبليو. هنا كم مشيج؟ مشيجين اكس كابتل دبليو وايت. زين، اثنين في واحد اثنين، اذا راح يطلع عندي حشرتين اكس كابتل دبليو اكس سمول دبليو فيميل ريد، يعني ايش؟ يعني اناث حشر ذوات فاكهة حمراء، هنا ذكور حشر ذوات فاكهة بيضاء. ليش؟ لان اكس سمول دبليو وايت. نعم، هذا نعمله تضريب ذاتي، يعني هذا مع هذا ايش راح يطلع عندنا؟ انتبهوا عليه، اللي هو الاناث الحمراء مع الذكور البيضاء. الاناث الحمراء اكس كابتل دبليو اكس سمول دبليو، هذا ايضا مشيجين، 2 في 2 4، اكس كابتل دبليو اكس سمول دبليو هذا، اكس كابتل دبليو وايت هذا، واكس سمول دبليو اكس سمول دبليو هذا، واكس سمول دبليو واي هذا. نعم، اللي هو هذا مع هذا وهذا مع هذا. زين، هذا شني؟ هذا اناث شني؟ حشر ذوات الفاكهة حمراء، هذا ذكور حمراء، هذا اناث بيضاء وهذا ذكور بيضاء. النسبة طلعت عندي 50% 50% او 1:1. زين، نستنتج من هذا المثال او هذا اللي هو المثال الثاني اللي احنا عملناه تهجين عكسي، نستنتج انه هناك عملية يسموها شني؟ يسموها بالانف فلكسبيليتي. يعني ايش انف فلكسبيليتي؟ ان فلكسبيليتي اشني؟ يعني بالتضريب التصالبي او التضريب شو نقول، يعني بشكل صليب، او يسموه تصالبي او المرن، ان فلكسبيليتي كروس او كروسنج. ايش معناته هذا التصالبي؟ يعني تقريبا بهالعمليه هاي نحن نسميها. اذا نجي على المثال، شوف الاناث ايش انطت؟ الاناث البيضاء انطت الصفه مالت اللمن للذكور البيضاء، والذكور الحمراء بالتضريب انطت اللمن مالت الصفه انطت للاناث الحمراء. هذا نحن ايش نسميه؟ نسميه تضريب التصالب. اذا يجيك الامتحان يقول لك ما المقصود بالفلكسبيليتي كروسي، مع ذكر مثال تذكر له هذا المثال الثاني اللي هو يعتبر العكس المثال الاول. نعم، كذلك ايش عندنا حاله اخرى؟ هنا طلعت عندي النسبه 1:1، بينما في افراد الجيل الثاني بالوراثه المندليه كانت تطلع عندي النسبه ايش قد؟ 3:1. هنا ما طلعت 3:1، هنا طلعت ايشني؟ طلعت واحد يعني واحد اشني ذكر شو اسمه حمراء العيون، انثى حمراء العيون واحد، انثى بيضاء العيون واحد، وذكر بيضاء العيون واحد، ما طلعت النسبه 3:1. اذا هذه وراثه مرتبطه بالجنس تختلف عن الوراثه المندليه اللي نسبتها 3:1. ان شاء الله في الفيديوهات اللاحقه سوف ناخذ الوراثه المرتبطه بالانسان حتى نشوف ايش تختلف، ولكن هي تبقى بنفس الوقت وراثه مرتبطه بالجنس، لكن مثال اخر هو يكون على الانسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.